أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله العلي العظيم. أهل الدنيا عشاق الدنيا، عندهم تساؤل، يبحثون عن جواب هذا التساؤل بكل جهدهم، ويحاولون أن يطبقوا ذلك بكل جهدهم. التساؤل هو: كيف يمكن أن نتقرب إلى الرئيس الفلاني، إلى المسؤول الفلاني، إلى الشخصية المتنفذة الفلانية؟ هذا السؤال يؤرقهم، ويبحثون عن جواب له، ويحاولون أن يطبقوا ذلك الجواب بكل جهدهم. هذا أهل الدنيا. أهل الدين، أهل الآخرة، أهل الله، عندهم تساؤل شبيه في مظهره لهذا التساؤل، ومختلف في جوهره عن هذا التساؤل. أهل الدنيا يبحثون عن أسباب التقرب إلى حاكم بلد مثلا، أهل الآخرة أيضا يبحثون عن أسباب التقرب إلى الحاكم، ولكن ليس حاكم بلد، حاكم الكون. يبحثون عن أسباب التقرب إلى المسؤول، ولكن ليس عن المسؤول في قضية في جهة معينة، المسؤول عن كل هذا الكون. يبحثون عن أسباب التقرب إلى المتنفذ، ولكن ليس المتنفذ في بعض الأمور العادية، إنما عن أسباب التقرب إلى من تنفذ قدراته في كل ذرة ذرة من هذا الكون. أهل الآخرة يبحثون عن أسباب التقرب إلى خليفة الله في الخلائق، إلى بقية الله الأعظم، الإمام الحجة ابن الحسن المهدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
لا شك أن كثيرا من المؤمنين يخطر ببالهم هذا السؤال. أنا مرارا وتكرارا سئلت هذا السؤال، كيف يمكن أن نتقرب إلى بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء؟ هذا السؤال يؤرقهم، يبحثون عن جواب له، وإن وجدوا الجواب يحاولون أن يطبقوا هذا الجواب. العلماء في جواب هذا السؤال يقولون كلمتين، وأنا أضيف كلمتين. جواب العلماء لهذا السؤال كيف يمكن أن نتقرب إلى حجة الله على الخلائق أرواح العالمين له الفداء، الجواب من العلماء كلمتان: أولا إتيان الواجبات، ثانيا ترك المحرمات. جواب صحيح وجواب كاف ووافي. خلاصة هاتين الكلمتين إطاعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هي التي تقرب الإنسان إلى أهل البيت صلوات الله عليهم. جواب صحيح ولكن أضيف كلمتين، عندي جواب آخر. تريد أن تتقرب إلى الإمام أرواح العالمين له الفداء، اعرف شيئين. اعرف أولا ما هو أنت، لا أقول من أنت، أقول ما أنت. ثانيا اعرف ما هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أيضا لا أقول من هم أهل البيت. ما أنت وما هم أهل البيت. اعرف جواب هذين السؤالين. الجواب في كلمتين. الكلمة الأولى أنا، أنت، نحن، كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لا شيء. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كل شيء. خلاصة الجواب عندما أقول أنا وأنت وكل الخلائق لا شيء، لا أبالغ، حقيقة لا شيء. عندما أقول أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم كل شيء، لا أقصد أنهم كبار، لا، هم كل شيء. لسنا نحن صغارا وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام كبار، لا، نحن لا شيء، هم كل شيء. أذكر لكم نماذج سريعة حتى نعرف أن هذا الكلام تام أم لا. النموذج الأول، ملائكة الله سبحانه وتعالى مقربون عند الله عز وجل، لهم مكانة كبيرة، لهم عند الله عز وجل مقربون، محبوبون لله سبحانه وتعالى، كل الملائكة بلا استثناء. هذا حال ملائكة الله عز وجل، فكيف بسيد ملائكة الله؟ كم هو عظيم، كم له قيمة في هذا الكون،
القرآن الكريم يقول عن جبرائيل عن سيد الملائكة، يقول القرآن الكريم عند ذي العرش مكين، صاحب مكان عند ذي العرش، هذا جبرائيل. جبرائيل شيء لو أردنا أن نتحدث عنه ساعات وساعات بل أيام وأيام لتعبنا وما وصلنا إلى عشر معشار عظمته. جبرائيل شيء جدا عظيم سلام الله عليه. هذا جبرائيل بهذه المكان الراقي سيد الملائكة. في الأحاديث الشريفة في حديث شبه صريح، وهناك أحاديث شريفة تدعم هذا الحديث تؤيد وتدل على هذا المعنى، أن هذا الملك العظيم وهو سيد الملائكة لو كان في قلبه شيء قليل من حب فلان وفلان من قتلة الصديق الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، لو كان في قلبه شيء قليل لأكبه الله على منخره في نار جهنم. يعني ماذا؟ يعني سيد ملائكة الله لو، طبعا هذا الشيء لا يحصل حسب ما نعرف ولن يحصل، ولكن لو، لو حرف شرط لامتناع، لو حصل أنه كان في قلبه شيء قليل من حبهما، الله عز وجل يرفع يده عنه؟ لا، أكبه الله على منخره في نار جهنم لأجل شيء قليل. يعني لاحظوا انحراف بسيط عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لأجله الله عز وجل يترك سيد ملائكته، ليس فقط يترك سيد ملائكته، يلقيه على وجهه في نار جهنم. ألا يعني ذلك أن كل شيء، كل القيمة، كل شيء في هذا الكون هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الذي لأجل هذا الانحراف البسيط عنهم الله عز وجل يترك سيد ملائكته؟ قيمته بقربه من أهل البيت، هذا القرب صار فيه شيء ضئيل من الانحراف. خلاص. نموذج ثاني، تعلمون في يوم عاشوراء هذا الكون كله اضطرب عند استشهاد سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. من جملة ما حصل في هذا الكون سمعتم من الخطباء الكرام مرارا تكرارا أحاديث عديدة، كل شيء اضطرب، نار جهنم اضطربت، جهنم هجم بعد استشهاد سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، هجم على الأرض ليبتلع الأرض. ضبط هذه القضية من يوم عاشوراء بدأت تتكرر بين فترة وأخرى، جهنم تهجم حتى تبتلع الأرض ومن عليها. لماذا يحصل هذا الشيء؟ الصديق الكبرى صلوات الله عليها ما نسيت مصيبة ولدها ولن تنسى، ولكن بين فترة وأخرى يشتد عليها ما تتذكر من مصيبة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام فتشهق. لا تبكي، الشهيق والزفير الصوت الذي يخرج من تنفس الإنسان، يأخذ النفس ويرجع النفس، هذا يصدر أحيانا الشخص المتألم صوت تنفسه، يكون تنفسه يكون مصاحبا لصوت، هذا يسمى بالشهيق والزفير.
الصديقة الكبرى لشدة ألمها تشهق. كلما تشهق الصديقة الكبرى صلوات الله عليها جهنم يضطرب ويهجم ليبتلئ الأرض ومن عليها. ومن عليها يعني من؟ يعني يبتلئ المنافقين فقط، الكفار، النواصب؟ لا، يبتلئ كل من على وجه الأرض بما في ذلك المؤمنين، المؤمنون بما في ذلك الصالحون، بما في ذلك الصديقون، بما في ذلك كل أهل الأرض. الأرض ليست من البشر، عفوا، جهنم ليست من البشر ولا من الجن. البشر والجن أحيانا يكونون مطيعين، يكونون عصاة. بقية الخلائق مطيعة، قالت أتينا طائعين، كل شيء مطيع. جهنم مطيعة. جهنم عندما تهجم على الأرض لتبتلع الأرض ومن عليها عاصية لله عز وجل، لا تعصي، عندها منطق صحيح. جهنم لسان حالها عندما تهجم على الأرض تقول لأهل الأرض أنتم لماذا عائشون؟ سيد الشهداء قتل، خلص، الذي كانت له قيمة عند الله عز وجل قتل، سفك دمه الشريف، لماذا أنتم عائشون؟ حتى الصالحين، حتى المؤمنين، لماذا أنت عايش؟ لك قيمة؟ الذي كانت له قيمة عند الله عز وجل قتل بتلك الطريق. الصديقة الكبرى سلام الله عليها تشهق، أنت لماذا عايش؟ بعد شهيقها تبقى قيمة لك؟ هي التي لها قيمة تشهق متألمة، أنت أيضا موت، ماذا يحصل؟ بموتي أنا؟ لا، بموت الصالحين يحصل شيء في الأرض؟ لا. هذه الصديقة الكبرى تشهق. منطق جهنم منطق صحيح. نحن نفهم بهذه العقول البسيطة القليل من العقل، نفهم أن منطقها منطق صحيح بالفعل. بعد استشهاد الإمام الحسين ما هي قيمة بقية الخلق؟ ما الذي يسكن غضب جهنم؟ جهنم تسمع الشهيق الصديقة الكبرى تغضب، تريد أن تهجم على الأرض. هناك شيء واحد حسب الروايات الشريفة يسكن غضب جهنم، ما هو؟ وجود الحجة من ولد فاطمة سلام الله عليه. تريد أن تهجم ولكن ترى جهنم أن على وجه الأرض شيء له قيمة، وهو شيء واحد فقط، لولا هذا الشيء لا قيمة لبقية الخلق لمن على وجه الأرض بما في ذلك الصالحين، بما الصالحون، بما في ذلك الصديقون. ألا يعني ذلك أن الذي له قيمة هو هذا الحجة من ولد فاطمة صلوات الله عليهم أجمعين؟ في كل زمن هناك حجة من ولد فاطمة صلوات الله عليهم أجمعين، هذا الذي له قيمة، لولا هذا كانت جهنم تبتلع الأرض ومن عليها. نموذج ثالث أوضح من النموذج الأول والثاني. هناك دعاء قبل فترة قريبة توقفت عند هذا الدعاء، عند هذا المقطع من الدعاء، دعاء يروى عن الناحية المقدسة يقرأ هذا الدعاء في أيام شهر رجب في كل يوم، دعاء عجيب جدا وعظيم. في مقطع من هذا الدعاء، الدعاء بدايته الإنسان يسأل من الله سبحانه وتعالى: اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك. من هم ولاة أمرك؟ أوصاف. إلى أن يصل الدعاء، الدعاء مروي عن الناحية المقدسة، إلى أن يصل إلى هذا المقطع: فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. الكلمة كلمة معصوم، الكلمة ملأت، فبهم ملأت سماءك وأرضك. ملأت يعني ملأت،
يعني لا يوجد فراغ في السماوات والأرض، مكان خالي عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بمقدار سنتيمتر مكعب، بمقدار مليمتر مكعب، ملأته يعني ماذا؟ إذا كان يوجد مكان خالي عن أهل البيت في السماوات والأرض هذا لا يكون ملأته حقيقة، يكون مجاز. العبارة فبهم ملأت سماءك وأرضك، هذا لا يعني أن كل شيء هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا لا يعني أنه الشيء الذي لا يكون مرتبطا بأهل البيت لا شيء، لا شيء، هم كل شيء. عبارة حقا عجيبة، حقا حقا عجيبة. توقفت مرة عند هذه العبارة هنا وأنا حائر في معنى هذه العبارة، العبارة عجيبة، هذه العبارة وارد تقرؤون أيام شهر رجب، كثير من المؤمنين يقرؤون هذا الدعاء يوميا. نرجع إلى السؤال الذي يؤرق كثيرا من المؤمنين، الذي يبحث عن جوابه كثير من المؤمنين، ماذا نصنع؟ ما هي الأسباب لنتقرب إلى الحجة المنتظر من آل محمد صلوات الله عليه؟ الجواب مني غير جواب العلماء وهو صحيح، كلمتان: اعرف ما أنت، اعرف من ما هم صلوات الله عليهم. اعرف ما أنت، أنت لا شيء، لا شيء، لا شيء. اعرف ما هم، هم كل شيء. هذه المعرفة، شخص لا يعرف هذه المعرفة، الحقائق لا تتأثر بمعرفتنا بها أو عدم معرفتنا بها. شخص لا يرى نور الشمس، أعمى، هذا يضر نور الشمس؟ الشمس لا تكون مضيئة لأن هذا الشخص لا يرى؟ الشمس مضيئة. شخص لا يعرف أن الماء يروي العطش، هو يبقى عطشانا إلى أن يموت، الماء يروي العطش. شخص لا يعرف أن الدواء الفلاني علاج للمرض الفلاني، يبقى مريضا إلى أن يموت، الدواء الفلاني علاج للمرض الفلاني. الحقائق حقائق، الناس علموا بهذه الحقائق ما علموا بها، الحقائق لا تتغير، إنما الناس ينتفعون إذا علموا الحقائق. هذه معرفة استيقنتها أنفسهم، معرفة نظرية. هذه المعرفة النظرية إن ترسخت شيئا فشيئا نطبقها عمليا، المعرفة الراسخة تجري على أعضاء الإنسان، تجري على جوارح الإنسان. يصبح الشخص صاحب مكانة مقربا عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أصحاب سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. ما الذي كانت من الصفات تميزهم؟ الصفة المميزة لهم ما هي؟ تزورون زيارة عاشوراء، البعض من المؤمنين كل يوم يزور زيارة عاشوراء كما أمر بذلك المؤمنون أن يزوروا الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بزيارة عاشوراء في كل يوم. في السجدة بعد الزيارة ماذا نقرأ؟ في وصف أصحاب الإمام الحسين، كلمة واحدة، وصف واحد فقط، صفة واحدة نذكرها لأصحاب الإمام سيد الشهداء: الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه الصلاة والسلام. كيف يكون الإنسان باذلا؟ باذلا يعني ماذا؟ يعني معطيا؟ لا، معطيا يسمى معطيا. الباذل هو الذي يعطي باسترخاص، يعرف أن هذا الشيء لا قيمة له. أصحاب الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أعطوا مهجهم لسيد الشهداء؟ لا، بذلوا مهجهم.
يعني أعطوها هذه المهجة التي هي كل شيء للإنسان، أعطوها وهم مسترخصون لهذه المهجة. يقولون يا أبا عبد الله هذه المهجة لا تسوى مقامك، يعرفون عندهم هذا المعرفة أنهم لا شيء وسيد الشهداء كل شيء. لماذا أحدهم يقول وأثبتوا صدق قولهم، يقول أبا عبد الله إن أقتل 1000 مرة في سبيلك فهو هين علي، وهو صادق فيما يقول لأنه يعرف حقيقة هو لا قيمة له أمام سيد الشهداء لا شيء وسيد الشهداء كل شيء. الآخر عندما يقع وهو ينزف وهو يتنفس أنفاسه الأخيرة، هذه اللحظات الصعبة التي لا يفكر الإنسان في أي شيء آخر، يأتيه سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام مع حبيب فيقول لحبيب أوصيك بهذا الغريب. حتى في تلك اللحظة كل فكري عن هذا الذي له قيمة عند الله وهو سيد الشهداء، أحد يصنع هذا الشيء في لحظاته الأخيرة وهو يتنفس أنفاسه الأخيرة؟ أصلا يتذكر شيء آخر غير نفسه؟ اللحظات الصعبة، لحظة الانتقال من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ لحظة جدا صعبة. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، الروايات الشريفة تؤكد أن هذه اللحظات الثلاث أصعب لحظات تمر على الإنسان. في هذه اللحظات فكره مع سيد الشهداء، هذا بذلوا مهجهم دون الحسين. لماذا؟ لأنهم كانوا يفهمون، كانوا يعرفون أن الذي له قيمة هو الإمام الحسين، أنا لا قيمة لي. الآخر منهم عندما سقط أمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام وهو ينزف لحظاته الأخيرة يقول أبا عبد الله هل وفيت؟ كل فكرهم كان مع سيد الشهداء، هذا الذي جعلهم هكذا يرتقون، الذين بذلوا. كيف يصنع الإنسان، كيف يصبح الإنسان هكذا بهذه الدرجة؟ عرفوا هاتين الكلمتين، أن لا قيمة لهم وأن كل القيمة وأن كل شيء هو سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. هذه المعرفة ترسخت ترسخت ترسخت، جرت في كل وجودهم. نقرأ الآيات القرآنية، الإنسان يتأمل في الآيات القرآنية، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يا أخي حقا حقا أقول نحن لا قيمة لنا. إذا فهمنا هذه الكلمة هاتين الكلمتين يسهل على الإنسان أن ينفق شيئا من أمواله في سبيل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، في سبيل سيد الشهداء، في سبيل أهل البيت. يسهل على الإنسان أن يجعل أبناءه خداما لسيد الشهداء، لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يسهل على الإنسان أن يعطي روحه، أن يقف المواقف التي تقتضي أن يقف الإنسان لأهل البيت، يقف بكل سهولة حتى لو كانت فيه نفسه. يسهل عليه كل شيء. عندما أدرك أنني لا قيمة لي إلا بارتباطي بهؤلاء، والقيمة كلها لهم، لا كل شيء هم في هذا الكون، أنا من؟ ما الذي يصنع بي ليصنع ما يصنع؟ ما صنع؟ أسجن، أقتل، أعذب، تؤخذ أموالي، عادي. القضايا تسهل على الإنسان فتصبح مقربا عندهم عليهم الصلاة والسلام. يصبح الشخص يصل إلى درجة نفس هؤلاء الناس العاديون بهذه المعرفة وتطبيق هذه المعرفة، وصلوا إلى درجة إمام معصوم يقف يسلم عليهم. كم هذا عظيم، مرة في السنة، مرتين، 10 مرات، كم مرة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في كل سنة يسلمون على أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وسلام الله عليهم؟ كم الشخص يصبح مقربا. هاتان الكلمتان سر هذا الشيء الثمين الذي يبحث عنه كثير من المؤمنين.
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد بمكانتهم عنده، بقربهم له، بحبهم له، بحبه سبحانه وتعالى لهم، أن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى بحقهم أن يجعلنا من خيرة عبيدهم، من خيرة المقربين لهم. هذا اليوم يصادف الذكرى الأليمة الفاجعة الكبيرة لهدم مراقد الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام في البقيع الغرقد. هذه المصيبة التي هي عار على جباه جميع المسلمين، عار على جباه البشر كلهم. ندرك أن هذا عار أو لا ندرك أن هذا عار؟ هذا عار، عار على جباه البشرية، على جباه البشر كله. مصائب، جرائم حدثت في التاريخ، فترة من الفترات البشر ما كان يدرك أن هذه الأمور عار عليها، بعد فترة عرف أن هذا عار على البشرية. هذه الأهانة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الجريمة الكبيرة التي ارتكبت قبل 95 سنة. هذه تقتضي شيئا وتوجب أشياء، تقتضي التألم وتوجب أداء التكليف، أداء التكليف ولو بكلمة. القشة التي قصمت ظهر البعير، قشة تقسم ظهر البعير، ولكن إذا اجتمعت. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم زدنا حبا لهم، اللهم زدنا اتباعا لهم، اللهم زدنا دفاعا عنهم، اللهم زدنا خدمة لهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، ارزقنا زيارتهم في الدنيا، اتباعهم في الدنيا، خدمتهم في الدنيا، وشفاعتهم في الدنيا والبرزخ والقيامة والجنة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.